كرسي في إلها عشاق ما بيطيقوا عنها فراق، لو قام العاشق عنها بيرجع يركبها المشتاق. هني زادن دي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي، ولا واحد منهم بيفل نحنا نحلينا وليل، ولا مرة برمت بنحل الحالي مش عم بتحل، صار لازم نلقينا حل نحنا نحلينا وليل، ولا مرة برمت بنحل. عنا ميت أينشتاين ما عرفوا كيف يوفوا الدين، كل العالم ممسوحين كيف بدنا نوفي ومن وين، هني زادن تي 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 كيف فرحتي وكيف ما جيتي، كرماله البلد بينشل نحنا نحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل الحالي مش عم بتحل، صار لازم نلقي لها حل الله نحنا نحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل مرقينا إذا بتريدي. رجع رجع. أنت رجعي أنا ظاهر فشخة. خي ما بعرف إرجع بقى، رجع خلصنا. حبيبتي مرقينا إذا بتريدي اعملي معروف. لك خلصني بقى ما بعرف إرجع لك. ولي شو عم تسكر علي ولي بقرا؟ عم قلك مرقيني يعني مرقيني. ولي وطي صوتك ولي شو بقرا هيدي؟ سبتني هيك ولي. يا عيب الشوم عليك عم بتصرخ على بقرا. لك تفي عليك يا عيب الشوم عليك، سكريني هيك، عرفاني حالك مع مين عم تحكي؟ لا هيدك أنت اللي شايف حالك مع مين عم تحكي رجع. لا حبيبتي انت اللي مش عارفه حالك مع مين عم تحكي. لا انت ما انك عارف حالك مع مين عم تحكي، مع مين عم تحكي انت؟ ولك سكري بوزك الابره، سكري بوزك، عارفه حالك مع مين عم تحكي؟ لا ماني عارفه حالي، انت شوف مع مين عم بحكي. مع مين عم بحكي؟ مع خريو عم بحكي. انت عارفه حالك مع مين عم تحكي؟ انت اللي ما انك عارف حالك مع مين عم تحكي. حبيبتي انا من بيت المشنوق. وحياة الله. ايوه انا اسمي نهاد. فوت 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 بسرعة، ولك فوت بسرعة، بحضر طبق انجري. خا ما تلهيني بحضر طبق انجري. معقول خا؟ ولي صرت قد الشنتير وبعدك بتحضر طبق انجري خا؟ هي بذكرني بحالي خا، لك معي بذكرني بحالي. طبق انجري بذكرك بحالك خا؟ كيف هيدي بقى؟ خا ما توم بلاحي جري بشقفة جبنة حتى اللي ياكله خا؟ بلا خا، مثل ما اسرائيل لهت الشرق الاوسط كله بالربيع العربي حتى اللي تاكله خا. بس هذا شيء منيح خا، يعني نحن تجاري، ما تجاري عطول بيربح خا. لا الشرق الاوسط بيذكرني بتجاري، نحن اللبنانيه لا توم ولا تجاري خا. لا توم ولا تجاري مين؟ ما تقلي نحن الكلب اللي بيساعد تجاري خا. نحن حبيب المره الملزلزه اللي ما بتشوف الا فخاده خا. عمى ليش هيخا؟ لأنه مفكرة حالها صاحبة البيت وهي مش درياني شو عم بيصير بقلبه خا. لحي لحي اجي تلاقيك ليك. نحنا نحلينا وهي ولا مرة قربت تنحل. الله يرحمها عم، الله يرحمها، الله يحفظها ديعانا. طول عمرك الله يرحمها ديعانا. الله يحفظك عاد سلامت، الله يخليك، مش عم اسوي هالجنه، الله يخليك، خاتمه الاحزان، الله يخليك، الله يخليك، الله يسلمك، الله يسلمك، طول عمرك، عاد بسلامتك، الله يسلمك، طول بالك، الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. او ماي جاد جادي يس يس جادي. وطي صوتك. كتير مبسوطه دادي، كتير مبسوطه، ام سو هابي. لك هيدي مبسوطه وامي توفت امبارح. Dad, I know, I'm sorry. Dad, حزار شو؟ 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 Dad, هلا بعدي حاطة على فيسبوك RIP Mom الله يرحمك وجابت 150 لايك. Dad, 150 لايك. شو؟ Yes. 150 friends. صاروا 151. Oh my God, 151. Thank you. شو الحيوان اللي أمك مخالفة دي شو؟ جرستينا. شو الحيوان اللي أنت؟ Sorry guys. جرستينا. شو هيدا؟ Yeah.
خير. ولي شو بك بعدك قاعد يا دوب خلصنا؟ نقصني سيدة اش في تأمرنا؟ في شي أرجنس يعني اش في؟ لا لا ما في شي أرجنس. شو في شي أرجنس؟ ولي قوم خلص البلاك اللي بحطوه على مكتب معالي الوزير الجديد. اش بدها سيدنا هيدي لحقين؟ افتكرنا في شي؟ نزعت لي القعدة الله يسامحك. ولي شو لحقين؟ أنت عارف حالك عن مين عم تحكي؟ لازم تعمل بلاك تحطوه على باب الوزير وعلى مكتبه معالي الوزير نهاد المشنوق. ولقاش كل هالعذاب سيدنا يعني؟ لقاش مش عم بفهم. شو لقاش؟ أنا اللي مش عم بفهم عليك. شو لقاش؟ سيدنا ركز معي، أنا عم بفكر أترك معالي الوزير أبو شيل ملحم حط محل عنتر معالي الوزير أبو عنتر. شو رأيك سيدنا؟ أشو؟ وليشو عم تحكي أنت؟ يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا مدام. تفضلي تفضلي. اهلين اهلين اهلين. ايه مدام شو بتحبي نعمل لي؟ بدي شقي شعراتي اذا بتريد. هيك اشقر بفرد مره؟ ايه نعم بدي اشقر. ايه بس مدام لحظه، ممكن ما يلبق لك؟ مو مهم. كيف يعني مو مهم؟ خيي شو لك معي؟ انت بدك تاكل عنب ولا بدك تقتل الناطور؟ خلص انا بدي اشقر، القاضي راضي. لحظه مدام، نحن بروفيشنال، إذا في شغلة ماني مقتنع فيها ولا يمكن أعملها، ناعيني وتكرم عينك أحلى أشقر. يا أهلا وسهلا. تكرم عينك. أنا ناسحة سورية ماشي؟ نعم. وأنا كناسحة سورية بهالبلد ما حدا لاكشني، فقلت لحالي بشقر شعراتي، هيك بيفتكروني ناسحة أوكرانية وبيهتموا فيي، أنا أعطيك ولا لسا؟ والله أنا أعطيني. إيه خلصنا. تكرم عينك يا أهلا وسهلا، أهلين أهلين. Thank you. Oh yeah, thank you. Habibi, thank you. ما بلحق. Thank you. إيه نعم. إيه أنا شخصياً اللي اخترعت خدمة الهي موبايل. الهي موبايل. هيدي من خلالها بتقدر تعمل كل معاملاتك تبع البنك أنت وقاعد بالبيت. مش مضطر تتعذب وتروح على أي فرع. Thank you. الله يخليك، خلي لك عائلتك. Thank you. خجلون الناس. كتر خير الله. ألف ألف مبروك. فرح حبيبتي. شو بدي لك؟ طلع بسلارة. ليك البطارية. ساعة ما عم تقدر تضيني. تهيني أسلارة. كتر خير الله. بعدين كتير اختي ضجي هالخدمة إنه العالم كتير مبسوطة رح تصير تخلص معاملاتها من البيت. عن جد برافو. فرح ربنا عطانا عقلتها نستعمله. مزبوط. وانا بحب اخدم الناس. كتر خير الله، كتير اختي سوكسي هالخدمة. خير الحمد لله. يلا انا بس حبيت لك عمري حبيبتي. شو بدي اقلك انا بالبيت حلو ورد صار معها سكر. تهيني من جمعة الماضي لهلا. كتر خير الله حبيبتي. يا على كل حال انا هلا شفت رئيس مجلس الادارة هون مارقين. اكيد بده يجي لهون. اكيد بده يهنيني. اكيد بده يهنيني. ما عم لحق. يلا اتظبط حالي شوي. برافو بعنيك. الله يخليك، طول عمرك. الله يخليك. كل العالم عم يحسدونا ويقولوا لي مين صاحب الاختراع. ما تخجلني، كتر خيرك يا حبيبي. وتكريما لإلك انا حابب اقول لك الله معك. كيف؟ نعم الله معك. ما بقى عايزينك بالبنك. ليش بقى؟ ليك حبيبي، بما انه كل العالم راح يصير يتعامل معنا على الموبايل وما بقى حدا راح يجي على البنك. نعم. يعني ما بقى في لزوم لا للموظفين ولا للفرع من اساسه. شو بيه هيدا؟ احنا انحلينا ولا مره بنحل. اكيد مش اغاز ليمون. اتركوا للعونيه. شو يا خشب؟ شو يا خشب فكشتي مش أغانج؟ شو يا خشب؟ شو يا تنك؟ لا حبيبتي، ما سمعتي نحن ذهب يا حبيبي. واو ذهب. أكيد، وأنتو الخشب يا خشب. دماش دخلك قديش سعر الذهب هالأيام؟ هلا بأغلى الغلا حبيبي، بأغلى الغلا 34 دولار. وأنت قديش وزنك؟ وليش عم تسألي يا سئيلة؟ بس تعرف قديش حقك هالأيام. قام العمى ما أزلطيك.
عبرة الأسبوع. معالي الوزير. ايه تفضل. بعرف حضرتك بتطل بوزارة الطاقة. تبري. بس في قرارات أخذت حضرتك بس كنت وزير طاقة ما حدا بيقدر يفسرها غيرك. ايه نقصني قرارات شو من غير شرهي؟ تفضل شو في؟ احنا انحلينا وهي ولا مرة قدمت تنحل. احنا انحلينا وهي ولا مرة قدمت تنحل. نقابة موظفي المصارف في لبنان تنقسم أمام جمعية المصارف. وليه شو جنسك أنت؟ كائن فضا؟ العرب بمخك ولا؟ ولا تمثال الشهداء تبع بيروت بوقت من الأوقات غير محله؟ انت ما تحركت؟ تمثال الشهداء تبع بيروت غير محله؟ ايه نعم. عمى كيف إله جلادة هذا؟ كيف إله جلادة؟ العمى بمخك ولا؟ شو؟ عم تحضر أخبار؟ وأخيرا قررت تفكر بدماغك نتفة صغيرة. وليه قد ما دماغك ما بيفكر ظهر الصدى من دينيك ولي؟ ليك 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 حط اصبع عم دينتو يا عالم. بيني وبينك قاعد عم بحضر توم انجيري بتفود الوالدة عم بتجعر انفجار انفجار. ايه بتحط اخبار بتحضر نطف التفاصيل وبتفركها وبيقع على الاخبار وما بتعرف ترجع تردو على توم انجيري. لك يا خيي اللي بعرف بعرف بس بيني وبينك كلنا ضرب لك الوالدة وانا حطيت لي ريموت كنترول. ايه وبدك مين إلو جيري قوم يجيبها. كان عملية يا غم حقت وجيد ضرب ايدك حط لي توم ان جيري اللي من الصبح ناطر هاللحظة. لا 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 هالقد كتير روح كده اللي جيبك لوف يو داد. احنا انحلينا وهي ولا مرة قدمت تنحل. والله يا بطروسة هيدي السياسة بلبنان شي عجيب غريب. بطلنا نعرف مين متحالف مع مين. ضيعونا يا زلمة. ولكن منيح بتصير يا طارق بتصير. كيف بتصير؟ كيف بتصير؟ عم قلك دوخونا ضيعونا. بتقلي بتصير دوخونا يا شيخ. بسيطة يا زلمة بتصير يا طارق بتصير. ماشي مثل ما بدك بس فسري دخلك انه معقول. ولك معقول الجنرال عون عم بغازل الشيخ سعد الحريري والشيخ سعد مدد ايده للحزب ولك وئام وهاب. وئام وهاب بتعرف انت علاقته ايه. بطيار المستقبل و14 اذار ايه هلا عم بغازلهم يا زلمه. ولك ما حدا منهم عم يثبت على موقف ضيعونا. طيب وما يثبت وين المشكله؟ بتصير يا طارق بتصير. انت ايه اللي بتصير خي بطرس؟ فلنسلم جدلا حامشي مثل ما انت عم تقول. فلنسلم جدلا انه بتصير وعم بيصير هيدا اللي عم تقول عنه هيدي سياسه. بس فيك تفسر لي هاي؟ الشيخ بطرس حرب له سنتين عم بيهاجم الحزب وعم بيتهمه بمحاولة اغتياله. شو بدك اياه يطلع من كم يوم يقول قال شو انا ما اتهمت الحزب. أه؟ كيف هيدي هيدي شو هاي؟ انا افهمك هيدي شو ما حضرته امشي ذقنه حتى رئيس جمهورية يصير يا طارق يصير. فالشيخ بطرس حرب خايف الكرسي الطير يا طارق الطير. ايه بده يحلم كتير يا بطرس كتير لانه هيدي الشغلة ما بتصير يا بطرس ما بتصير. صوفيا؟ عمر خير شو بعدك عم تعملي هون؟ ناطرة الجنرال ميشيل عون، إلك معي شيء؟ يا أختي كم مرة صرت مفهمك الجنرال ميشيل عون لا بده يشوفك ولا يتعاطى معك؟ حفظناها، روح شوف شغلك وتركني شوف شغلي يلا على معك. حلو. لا بدي أعرف لأمتين بدك تضليكي واقفة هون ناطرة؟ بدي ضلني ناطرة لحتى ما يقرر حضرته يروح على السعودية، إلك معي شيء؟ السعودية؟ إيه لأنه أنا أكيدة إنه بس بده يروح مش رح يروح إيديه فاضيين، أكيد بده ياخذ له معه حلو لبناني. صح. والجنرال بيعرف إنه هن هيدا أكتر نوع حلو لبناني بفضله. صدر كنافة، زنودة ست، عش السرايا، عشتا، عسل، مع البق. روح 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 شوف شغلك بدك 100 سنة لتصير تفهم بالسياسة. يلا يا جنرال خلصنا نحن صدقنا بتروح على السعودية يلا.
عبرة الأسبوع. إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من خشب. اربط تنحل، كلمتك مدى الحياة. معالي الوزير. ايه تفضل. بعرف حضرتك بتطل بوزارة الطاقة، تبري، بس في قرارات أخذت حضرتك بس كنت وزير طاقة ما حدا بيقدر يفسرها غيرك. ايه نقصني قرارات شو من غير شرهي؟ تفضل شو في. احنا نحلينا وهي ولا مرة قدمت تنحل. احنا نحلينا وهي ولا مرة قدمت تنحل. يا زلمة راح اخوت راح جن، ولك ما عم بقدر اضعف ولا كيلو يا زلمة. ولي ما خليت عشاب مع عشاب، دوا ما دوا، حبوب مع حبوب، ولي دوار الشمس، ولي ما عم بضعف هلكت. ليك انطون بشرفك انت بالزمانات كنت ناصح وفجأة ضعفت. صح. شو عملت؟ اخذت حبوب؟ حبوب شو يا زلمة؟ انس شو لكان عشاب مع عشاب؟ شو هالكذبة؟ شيلو من راسك ودي كلهم. طب شو عملت؟ ما تقلي عملت عملية تكبيس ما تكبيس صغير معدة. انا العوز بالله ممنوع حرق اللي بجسمي يا زلمه. يا خي طب شو اخذت؟ ما تقول لي شاي، هذا الشاي اللي بيضعف هربس ما هربس. مش هذا كله تفاهات وانسى يا عمي. طب ليش ما عدني اعصابي هيك؟ قل لي بشرفك شو عملت؟ خففت اكل. اه لازم خفف اكل يعني؟ اراك عم ما خطر عبالي. معالي الوزير. ايه تفضل. بعرف حضرتك بتطل بوزارة الطاقة، تبري، بس في قرارات أخذت حضرتك بس كنت وزير طاقة ما حدا بيقدر يفسرها غيرك. ايه نقصني قرارات شو من غير شرهي؟ تفضل شو في. منطقة كسروان مثلا إلى فترة مقطوعة من المي. ايه عم بيقولوا معاليك أخذت قرار تفضي ست شبروح للصيانة، مزبوط؟ ايه مزبوط، ما بنكر أنا أخذت قرار بتفضية ست شبروح، تبري. تمام. إيه معاليك بس سؤال، كيف ممكن تاخذوا هيك قرار بلا ما تعملوا دراسة للطقس للشتي لما نوصل لهيك مشكلة؟ أهالي كسروان محملين لك المسؤولية المباشرة على المشكلة اللي وصلوا لها. لحظة ستوب ستوب ستوب. نعم. روح ما تكفي ما تستطرد، روح شوي. شو خصني أنا حبيبي؟ شو خصني أنا روح سأل ليلى عبد اللطيف؟ ليلى عبد اللطيف؟ إيه ليلى عبد اللطيف؟ لا بقى. ما هي قالت إنه هيدي الشتوية جاية قاسية كتير، في شتا كتير وعواصف وثلج، فأنا أخذت قراراتي على هيدا الأساس. مظبوط؟ طلع ما في شيء من هودي كلهم، أكلنا الضرب، أنا شو خصني طيب؟ ما خصك. روح عند ليلى عبد اللطيف. ما تزعل معي. هاي ليلى. Hi, Faya. How are you? Comment vas-tu? I'm fine, alhamdulillah. Très bien. Et toi? Great, great, great. José Bejanin. He's so sweet. Il m'adore. Hi, Eti. Oh my God. بسطيني عن جد بسطيني. دخلت بعد. شو رحت عملتي ببنتك؟ سجلتيها بالسكول؟ جي oublié. بعد. Come on. حبيبي معك ماكسيموم لفيفريي بتعرفي؟ خلص خلص لسمين برشان أكيد I will I will. You have to. خلص إيش نسيت؟ شو بكي؟ شو صوتك؟ بليز ما تقليلي عاملة غريب أو فيفر. Oh my God كل أصحابي هيك. منو بعدنا جاي من عند الدكتور تصدقي؟ عن جد؟ عند أي دكتور رحتي؟ أنو أي مدرسن وصف لك بفهم فيهم شوي. رحت عند واحد سبيسياليست allergies. إيه عطاني كتير إدوية، عطاني antibiotics، anti-inflammatoire وكتير pills. كذا pills. حياتي I'm sorry. لا عن جد هو إنه وضعك الصحي كاتاستروفيك. صراحة لو ما معزتك ما بجي عرسته. Believe me. Believe me عن جد. I believe you عن جد. بس ليكي إذا بدك إنه ماكسو نشرب درينك ونروح على ميزون صفا. لا خلاص خلاص it's okay. ولو ما في شيء صفا منطلب. أوكي okay. حطلب شوي من كل شيء. أوكي okay, حبيبي. مات بليز بدي بولي ديزوسي سيزر سالد pâte four cheese ma parmesan
وبوم دو تير فرايز. بوم دو تير فرايز؟ ايه بليز، ميرسي. ويلكم، شرفتونا. بيانفوني. شوي أنا ما عارف شو ويلكم، شرفتونا، بيانفوني. ايوه الاهلا خلص خلصنا النوم. anyway وين كنا صرنا؟ انت سافا؟ كثير كثير، انا كمان كثير مبسوطه مع ماي هازبند، عن جد هيز سو سويت كمان. انت دور. ايه حياتك توصل على الوقت ودوليبك إلا ما ينفخيت، بما إنه زفت مثل الزفت شو هالحديث يا Yeah.